فيها مسابقة فنية فلسطينية تضم 11 متسابق من كافة محافظات الوطن. في هذا التقرير سنتعرف أكثر على كواليس هذه المسابقة. على وقع الموسيقى بدأ غنيها مشواره الفني بأكثر من 200 متسابق، 11 منهم وصلوا إلى النهائيات بعد تدريبات ودروس أدخلتهم بين مقامات الغناء العربي وعلى نغمات الإيقاع الغربي ليخترقوا بأصواتهم قلوب المستمعين. كتير كان البرنامج شامل لعدة نواحي، إنه يعني ركز طبعاً على الصوت، لأنه أنا الأول الهدف إنك تطلعي من هذا الجيل ناس تقدر الموسيقى، تقدر الاستماع، تعرف كيف تغني مظبوط، مش بس هيك على حسب النوت حسب المقام. بطموحاتهم الصغيرة بدأ المشتركون مشوارهم الفني، كبرت بروح المنافسة وقوة الإرادة وشغف نمى لديهم الحس الفني وعلم الموسيقى. غنيها إنه جد ساعدني كتير، إنه كنت أنا إنه بغني بس ما كنت أحس شو بغني، ما كنت أعرف أصلاً شو، إنه ما كنت أعرف شو يعني غنى. فمن شهر واحد إحنا هاي السنة وإحنا في غنيها، لما فت برنامج غنيها لهلأ صوتي يعني اختلف تقريباً، زاد النص مكان، تدريبات يوم ورا يوم، يعني الواحد صار يعرف إنه كيف يتحكم مع الموسيقى، كيف صوته يندمج مع الموسيقى، كيف إنه وقفته على المسرح، كيف صارت اختلف كل إشي. مواهب فلسطينية اختلفت بأعمارها وإمكانياتها، جمعها برنامج غنائي بأساتذة وموسيقيين فلسطينيين وأجانب وضعت على بداية السلم الموسيقي ليصلوا اليوم إلى نهايته ويقدموا نتاج ما حصدوه بسبعة أشهر. لتلفزيون القدس لما أبو هلال، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.